السلام عليكم أصدقائي، في هذا الفيديو سأشرح لكم الطريقة الصحيحة لغراسة الأشجار المثمرة، والتي إذا تبعتموها ستضمن لكم نجاح بنسبة 95%. أول شيء، تبدأون بحفر حفرة الغرس. هذه الحفرة يجب أن تكون واسعة بشكل كافي، بحيث ينصح أن تكون بأبعاد 80 سنتيمتر في الطول و 80 سنتيمتر في العرض و 60 سنتيمتر في العمق، يعني من 50 إلى 80 سنتيمتر، يعني يجب أن تكون مساحتها كافية لضمان انتشار جيد للجذور في السنوات الأولى، بحيث أن الجذور لا تصطدم بأي حاجز، ويكون انتشارها جيدا لضمان امتصاص العناصر الغذائية الكافية لنمو الشجرة، وكذلك امتصاص الماء، أول البحث عن الماء الكافي. نقطة مهمة، وهي أن جنبات هذه الحفرة يجب أن تكون غير ملساء، يعني يجب أن تقومون بجعلها نفاذة للجذور، بحيث أن الجذور عندما تصل إلى هذا المكان يجب أن تكمل انتشارها في التربة، وأن لا تقوم بالدوران حول نفسها وحول الحفرة. هذا الشيء جد مهم لضمان حياة طويلة للشجرة ومقاومة للحر وللعوامل الطبيعية. كما ينصح حفر المنطقة السفلى من الحفرة بهذه الطريقة، وجعلها ووضع قليل من التربة في هذا في قاع المكان، بحيث أن الجذور تستطيع الدخول والانتشار في الأرض، يعني بعد سنتين مثلا تستطيع الجذور من الانتشار، بحيث أن إذا كانت جنبات الحفرة غير قابلة للاختراق من طرف الجذور، فإن الشجرة سيحكم عليها بالبقاء على هذه الحالة، أو حتى لا قدر الله الموت. إذا هذه الطريقة كما تشاهدون. إذا أصدقائي، بعد حفر الحفر بالطريقة الموصوفة وتركها لبضعة أيام أو أسابيع، نقوم الآن بعملية غرس الأشجار. غرس الأشجار، سأتحدث عن عمليتين أو نوعين من غرس الأشجار. النوع الأول هو غرس الأشجار ذات العروق أو الجذور العارية، والنوع الثاني هو غرس الأشجار التي توجد في تربتها، يعني في إنائها أو في كيسها البلاستيكي، يعني التربة الجذور مغطاة بالتربة. العملية الأولى، يعني شجرة ذات عروق عارية، هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا في فصل الشتاء، أو يعني من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر فبراير، أو النصف الأول من شهر مارس، يعني قبل بدء سريان العصارة في الشجرة. أما بالنسبة للعملية الثانية، يعني الشجرة الموجودة في كيسها وفي تربتها، فإنه يمكن القيام بها طوال السنة، طوال أشهر السنة، فقط تجنب الأشهر ذات البرودة الكبيرة التي يكون فيها جليد في التربة، فمن الأفضل تفادي هذه المدة، أو في شهر الحر الجاف كشهر غشت أو يوليوز، عندما تكون الحرارة جد مرتفعة، من الأفضل تجنب هذه الأوقات. هي ممكن أن تنجح، ولكن من الأفضل تجنب هذه الأوقات ذات الحرارة المتطرفة في السنة. إذن هذا هو الفرق الموجود بين النوعين من الأشجار. الفرق الأخير الموجود، وهو العملية التي سأقوم بها بالنسبة لهذه الشجرة، يعني ذات العروق
المعرات من التربة، سأقوم بغمرها قبل الغرس في هذا الخليط. هذا الخليط سأتحدث عنه، إنه خليط من يتكون من الطين، يعني نصف من ثلث من الطين وثلث من براز الأبقار أو فضلات الأبقار وثلث من الماء. نقوم بخلط هذا الخليط ونضيف إليه قليلا من كبريتات النحاس، لأن كبريتات النحاس مضاد فطري، وعندما نقوم بخلطه بهذا الخليط فإننا نتفادى تكون الفطريات على الجذور. هذه العملية هي عملية ضرورية بالنسبة لهذه الجذور المعرات. أما بالنسبة للشجرة ذات الجذور المغطاة بالتربة فإنها عملية مستحبة، يمكن القيام بها كما يمكن عدم القيام بها. دور الإشارة أن الطريقة المحبذة والتي تعطي أكبر نسبة من النجاح هي الشجرة ذات العروق المعرات، ذات التي تبلغ من العمر سنة، أو العمود عمود السنة. أما بالنسبة للشجرة الموجودة في إناء فيجب التأكد من عدم دوران الجذور بشكل كبير حول الإناء حتى تضمن انتشار جيد في التربة، وذلك يبين أن الشجرة لم تبقى في الإناء لمدة طويلة. إذن بقي المواد التي سنحتاجها هو السماد البلدي الذي سنقوم بخلطه مع تربة الغرس، يعني السماد المتحلل. سنقوم باحتياج هذا الخليط كما قلت لكم سابقا، سنقوم باحتياج الماء، سنقوم باحتياج هذا العود الذي سيكون كساق حامي للشجرة، يعني وستكون الشجرة يعني متشبتة به. سنقوم بتثبيت الشجرة على مع هذا العود، كما نحتاج إلى مطرقة لدق العود، ونحتاج لشريط من المطاط أو هذه الأشرطة كما ترون لربط هذا العود بالشجرة. إذن سأريكم الطريقة. أول شيء نقوم به أصدقائي هو إضافة كبريتات النحاس أو الجنزارة إلى خليطنا الطيني. هذا الخليط هو جد مهم، بحيث سيمكننا من ضمان عدم جفاف الجذور، وسيمكن وسيضمن التصاق الجذور المباشر بتربة الغرس، وبالتالي ستتمكن الجذور مباشرة من إتمام نموها وانتشارها. أعتذر لا تبدو الصورة واضحة، ولكنني أقوم بتقطيع الجذور من أسفل، إنه نوع من تشبيب الجذور، يعني حتى تتمكن من الانطلاق بقوة كبيرة. بعد ذلك أقوم بغمرها في الخليط الطيني. كما قلت لكم كبريتات النحاس ستمكن من منع تكون الفطريات، وبالتالي ضمان صحة جيدة للجذور. بعد ذلك إذن أقوم بتثبيت هذا العمود الواقي والذي سيمثل دعامة للشجرة. أقوم بدقه بالمطرقة حتى يدخل يعني بشكل جيد ويكون مثبت بشكل جيد بالأرض، يعني أقوم ذلك قبل غرس الشجرة حتى لا أقوم بجرح الجذور وكسرها وتخريبها. بعد ذلك إذن أقوم بملاحظة المستوى الذي ستكون عليه الشجرة، بحيث يجب عدم تمر أو تغطية منطقة التطعيم بالتربة، و يعني عنق يعني ذاك العنق الذي يبدأ الذي أو الفاصل بين الجذور والساق يجب أن يكون فوق التربة. إذن
أعتذر مرة أخرى لأن ذلك لم يظهر في الصورة. قمت بخلط السماد البلدي بالتربة، يعني بتربة الأرض، وأقوم بملء الحفرة يعني حتى المستوى المطلوب، بحيث أن الشجرة كما قلت لكم لا تنزل، يعني كما تشاهدون أقوم بضبط المستوى بهذه الطريقة، يعني بالمعول أو بعود تقومون بوضعها على جنبات الحفرة لتروا المستوى الذي سيكون عليه يعني ساق الشجرة أو منطقة التطعيم. منطقة التطعيم ينصح أن تكون تقريبا 10 إلى 20 سنتيمتر فوق التربة، يعني لا يجب تغطيتها بشكل قطعي، لأن في حال تغطيتها سيقوم الطعم يعني الشجرة بنشر الجذور، وبالتالي سيتوقف عمل جذور يعني حامل الطعم، وبالتالي لن نحصل على الخاصيات التي نريدها في حامل الطعم، وبالتالي ممكن أن تموت الشجرة. كذلك يمكن أن تتعفن منطقة التلاحم يعني في التطعيم إذا قمنا بتمرها تحت التربة، وبالتالي ستقوم يعني بالتالي ستموت وستمرض وستموت الشجرة. إذا هذه نقط مهمة يجب التركيز عليها. تجدر الإشارة أنه يجب احترام طبقات التربة عندما نرد التربة في الحفرة، يعني التربة التي كانت في القاع نضعها أولا، والتربة التي كانت على السطح نضعها في النهاية. بعد ذلك نقوم ب ندوس على التربة ونقوم بدكها بشكل جيد، يعني حتى تلتصق بشكل جيد بالجذور، يعني لا يجب أن يكون هناك هواء أو فراغ بين الجذور وبين التربة. نقوم بإضافة التربة بالطريقة المرادة حتى يعني حتى نصل إلى المستوى الذي نريده كما سبق وأن وصفنا. بعد ذلك نقوم ب يعني ب بتقطيع أو ننقص من طول فروع الشجرة، يعني يجب أن تكون نقوم بتقليمها والنقص من عددها. نقطة أخرى مهمة أصدقائي، وهو أن هذا العمود المثبت أو الدعامة التي تدعم الشجرة يجب أن تضعوه من المنطقة التي تأتي منها الرياح عادة في منطقتكم، وهو ضروري بالنسبة لنمو الشجرة لأنه سيمنعها من التحرك وسيثبتها في حالة وجود الرياح، وبالتالي فإن الجذور لن تتخلل يعني لن تتحرك ولن تقوم الرياح بخلخلة الجذور، لأن إذا قامت الرياح بخلخلة الجذور فإن الشجرة لن تنمو ولن تتغذى، لن تحصل على العناصر المغذية، وبالتالي هناك احتمال موتها. لذلك فإن هذه الدعامة مهمة جدا، وكثير من الناس لا يعرفون أهميتها ويهملونها. إذا أقوم بتثبيتها بذلك الشريط كما رأيتم، ثم أقوم بسقي الشجرة بكمية كبيرة من 10 إلى 15 لتر، يعني كما نقول حتى ولو كانت تمطر يجب سقي الشجرة التي قمت بغرسها، لأن الهدف هو تثبيت التربة على الجذور والتصاقها بالجذور مباشرة، يعني حتى لا تكون هناك فراغات أو هواء بين الجذور وبين التربة، لأن الجذور لن تتغذى من الهواء. بعد ذلك نأتي إلى مرحلة جد مهمة، وهي تتبين الحوض الموجود حول الشجرة، يعني نقوم بتغطية هذا الحوض بتبن أو بأوراق الأشجار أو بكرتون أو بأي شيء، يعني حتى أولا نمنع نمو الأعشاب حول ساق الشجرة، هذه الأعشاب التي ستنافس الشجرة على المواد والعناصر الغذائية في شهورها وسنواتها الأولى، كما ستقوم بمنع
منع تبخر المياه في حالة يعني وجود جفاف، أو إذا تأخرنا عن سقي الشجرة، وستمكننا أيضا من اقتصاد المياه. إذا كما تشاهدون، كما قمنا بقص الجذور، فيجب قص الأغصان وترك فقط 4 أو 5 أغصان قصيرة، والتي ستشكل دعامة الشجرة مستقبلا. وكما تلاحظون، نتأكد أن منطقة التطعيم لم نقم بتغطيتها، وتوجد فوق مستوى التربة. آخر نقطة تبقى أصدقائي هي حماية الجذع بواسطة قطعة من السياج، مثلا السياج الحديدي، أو قطعة من البلاستيك، أو قطعة من الكرتون المقوى، يعني شيء ليحمي الجذع إن كانت لديكم قوارض أو حيوانات، مثلا مثل الأرانب أو الماعز أو القطط. بعض الأحيان تريد أن يعني أن تجعل مخالبها حادة في الأشجار كما تشاهدون في الصورة. إذا فحماية الجذع شيء ضروري ومؤكد لحماية الشجرة. إذا أستعمل إما السياج الحديدي أو شريط غير لاصق مثلا، وأقوم بإدارته حول الشجرة. أما بالنسبة للحالة الثانية أصدقائي، إذا كانت الشجرة في كيسها، فإن الخطوات هي نفسها، فقط يجب عدم تعرية الجذور خارج فترة الشتاء والخريف، يعني ابتداء من شهر مارس حتى شهر أكتوبر، يعني عندما تكون الشجرة حاملة لأوراقها، لم تسقط الأوراق بعد، يجب عدم تعرية الجذور من التربة، لأن ذلك سيعرضها لخطر الموت، احتمال موتها سيكون كبير. أما في فصل الشتاء فليس بمشكل إذا تعرت الجذور، إذا كانت الشجرة يعني أطاحت أوراقها، فإن ذلك، هذا هو الفرق الوحيد. يعني إذا كانت في سطل أو إناء تقومون بإخراجها بعد دك جنبات الإناء، إذا كانت في بلاستيكة كهذه، من الأحسن، من الأفضل تقطيع البلاستيكة حتى لا تتعرى الجذور، ويجب سقيها بشكل يومي في حالة كانت الحرارة مرتفعة. إذا نقوم بغرسها بنفس المبادئ والطريقة السابق ذكرها، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب سقي هذه الأشجار تقريبا كل يومين في فصل الصيف. إذا أتمنى لكم حظا سعيدا أصدقائي في غراسة أشجاركم المثمرة، وأتمنى لكم موسما جيدا مليئا بالثمار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.